بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام أبو عبد الله: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، لقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. التعمق هو التشديد في الأمر حتى يتجاوز به الحد الذي أمر الله تعالى به، والتنازع هو الاختلاف في الأحكام عند مناقشة الأدلة، والمزموم منه ما كان بعد وضوح الأدلة ومعرفة الحجة. والغلو في الدين هو التعمق، والبدع في الدين وليست في الدنيا كما هو معلوم. والبدعة كما حدها الإمام الشاطبي هي طريقة في الدين محدثة تضاهي الشرعية، يريد فاعلها زيادة التعبد لله تبارك وتعالى. هذه كلها أمور نهى الشرع عنها، الشرع نهى عن ذلك كله. وسبب إيراد الإمام البخاري لهذا الباب أن هذا يتنافى مع الاعتصام بالكتاب والسنة، فالتعمق والتشدد حتى تتجاوز الحد الذي أمرت به شرعا، هذا يتنافى مع كونك تتمسك بالسنة. وإذا ما جادلت في الأحكام بعد ثبوتها، أو صرت غاليا في الدين والعياذ بالله، أو ابتدعت، كل هذا يتنافى تماما مع كونك معتصما بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وهذه الأمور إخواني، هذه الأمور كما سبق معنا في الباب السابق أن هلاك الناس وهلاك الأمم يكون بعدم التمسك بالدين، فكذلك هذه الأمور تهلك، كما عند النسائي وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو في الدين والتعمق والتشدد وإحداث البدع، كل هذا يهلك الأمم ويضعف قوتها ويضعف صلتها بمصدر الهدى والرشاد وهو الوحي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلم ينتهوا عن الوصال. قال: فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكي لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. الوصال اتفق العلماء على النهي عنه، وهو أن يصوم الرجل يومين فأكثر ليس بينهما أكل ولا شرب، هذا هو الوصال. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فالصحابة رضوان الله عليهم من شدة محبتهم لطاعة الله تبارك وتعالى وعبادته قالوا: إنك تواصل، يعني يريد الصحابي
أن يواصل الأيام والليالي طاعة لله تبارك وتعالى. قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. العلماء في بيان هذه العبارة قالوا المعنى أن الله تبارك وتعالى يعطيه قوة الآكل والشارب، يعني يعينه على طاعة الله عز وجل ويقويه على طاعة الله تبارك وتعالى حتى كأنه أكل أو شرب، يعني يجد في نفسه قوة الآكل الشارب. وهذا هو القول الراجح والمختار في معنى هذه اللفظة، أن المعنى أن الله عز وجل يعطيه قوة الآكل الشارب، لأن في أحد روايات هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. وهذا الفعل لا يكون إلا بالنهار، ومعلوم أنه إن أكل بالنهار حقيقة لم يكن صائما، فدل ذلك على أن الأكل هنا القوة التي يمنحها الله تبارك وتعالى إياه، فتكون بمنزلة الأكل والشرب. والإمام ابن القيم كلام ماتع في زاد المعاد عن هذه العبارة، يراجعه من أراد الزيادة حتى لا نطيل. قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلم ينتهوا عن الوصال. قال: فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكي لهم، أي كالمنكر عليهم. فهنا الصحابة رضوان الله عليهم أرادوا أن يزيدوا شيئا ليس في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم وأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن العبد لا ينبغي له أن يتجاوز الحد في العبادة، فإن هذا كله إحداث لم يأمر الله تبارك وتعالى به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قالت عائشة رضي الله عنها: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. هذا يذكرنا بما كان مع الإمام مالك لما أتاه رجل فأراد أن يحرم قبل الميقات، رجل من أهل المدينة، فقال له الإمام مالك: أخشى عليك الفتنة. فقال: وأي فتنة في أميال أزيدها؟ قال الإمام مالك: وأي فتنة هي أشد من أن تفعل شيئا تراه خيرا مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي فتنة أشد من هذا؟ قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أن تصيبهم فتنة، فتنة الكفر، النفاق، البدعة، الشرك، عذاب أليم في الدنيا أو في الآخرة. قال العلماء: قدم الله تبارك وتعالى عقوبة الدين على عقوبة الدنيا لأنها أشد، أن تصيبهم فتنة هذه مقدمة على
العذاب الأليم، لأن عقوبة الدين أشد من عقوبة الدنيا، وهذا أمر قلما تجد من يتنبه له من خلق الله. أنت تجد إنسان بعيد عن الله عز وجل يظلم الناس ويفتري عليهم ويظلم ويتعدى، وأنت تريد أن تأتيه عقوبة دنيوية، وليس هناك أشد من مما هو فيه أن يتمادى في الطغيان حتى إذا أتاه الموت لم يجد عنده شيئا من الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء، الشرع يقول الاتباع يكون في العزائم وفي الرخص، فمن كمال اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم أن تتبعه في هذا وذاك، لأن ترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الرخص قد يكون مرجوحا كمن يترك القصر في السفر، فهذا عند جماهير العلماء سنة، ومن أهل العلم من يوجبه، فمن قالوا إنه سنة قالوا فعلت خلاف الأولى، ومن قالوا إنه واجب قالوا له أثمت. فهنا ترك ترخص النبي صلى الله عليه وسلم ووقع في أحد المخالفتين، وقد يكون ترك الترخص حراما كمن يترك المسح على الخفين شكا فيه، يعني يقول أغسل قدمي هذا أحوط من أن، وهذا رأينا من الناس من لا يستطيع أبدا أن يمسح على خفيه، ولا تطاوعه نفسه أن يمسح على خفيه مهما تتلو عليه من الآيات، فهذا عبث وهذا فساد في التصور والقلب معا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه. النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء وأنت تتنزه عنه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الله عز وجل له القوتين، قوة العلم أعلمهم بالله، وقوة العمل أشدهم له خشية، يعني مسارعة فيما يرضي الله واجتنابا لما يكرهه سبحانه وتعالى، لأنه كما قال العلماء لا بد للعبد من علم ينير له الطريق، ولا بد له من عمل يرقيه، فلا بد من الجمع بين العلم والعمل. فالقوة العلمية متمثلة في قوله أعلمهم بالله، والقوة العملية متمثلة في قوله أشدهم له خشية صلى الله عليه وآله وسلم. قال باب إثم من آوى محدثا، رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عاصم قلت لأنس أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا أي ارتكب ذنبا وإثما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم فأخبرني موسى بن أنس أنه قال أو آوى محدثا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا من الغيرة على السنة، أن العبد لا يأوي من يخالفها ولا يعين من خالفها على ما هو فيه، هذا من الغيرة على السنة، فالعبد لا يفعل الحرام ولا يعين من يفعله، ولا يخالف السنة ولا يعين من يخالفون السنة. فالمدينة
خصها النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالذكر لكونها شريفة، فهي مهبط الوحي وموطن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنها انتشر الدين والإسلام في أقطار الأرض. فلذلك قال هنا: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومعلوم أن إيواء المحدث هذا ثابت في أحاديث أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض. الحديث. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: قال: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. قال تعالى: ولا تقف لا تقل ما ليس لك به علم. والرأي هنا الفتوى الصادرة عن النظر والاجتهاد، إن وافقت الوحي فهي حق لا بأس بها، وإن خالفت الوحي وكانت في مقابلة الوحي فهي من الرأي المذموم. والقياس عبر هنا الإمام بقوله: وتكلف القياس، لأن القياس في إذا توافرت شروطه وكان صحيحا فلا إشكال فيه، إنما الإشكال في تكلف هذا القياس أو إعماله مع وجود النص أو إعماله مع غير مع عدم وجود العلة الجامعة بين الأمرين. فكل هذا التكلف يدل على مخالفة السنة، ويؤدي بلا شك إلى مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عن عروة قال: حد علينا عبد الله بن عمر فسمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. قال عروة ابن الزبير: فحدثت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن عبد الله بن عمرو حد بعد فقالت: يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه. فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني، فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت، فقالت: والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو. هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن من صد الناس عن طلب العلم فهو بلا شك يسعى في حصول الإضلال والضلال لهذه الأمة، فإن الأمة من غير العلماء كالسائر في الصحراء بلا جليل ولا نجوم، كما قال أبو مسلم الخولاني: إنما مثل العلماء كالنجوم، إن ظهرت للناس في السماء اهتدوا، وإن غابت عنهم ضلوا. كما قال الإمام أحمد في الشافعي لما سأله ولده يا أبتي ما لي أراك تكثر من الدعاء للشافعي، فقال: يا بني وهل في الناس مثل الشافعي؟ قد كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للأبدان. وهكذا العلماء والهداة الربانيون في كل زمان ومكان. فالحديث يدل دلالة واضحة على أن ترأس الجهال نظير شؤم على هذه الأمة، يؤدي بها إلى الضلال والإضلال. وهذا فيه حث بالغ لطلبة العلم
أن يطلبوه وأن يأخذ بعضهم عن بعض وأن يستفيد بعضهم من بعض حتى لا يرفع العلم. وواضح أيضا موضع الشاهد فيه، موضع الشاهد فيفتون برأيهم، يعني لأنهم لا علم لهم بالسنة فيفتون بإيه؟ بآرائهم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعيتهم السنة أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وعن سهل بن حنيف قال: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. قال أبو وائل: شهدت صفين وبئسة صفون. ما أحوجنا أيضا إلى تدبر هذا الأثر كثيرا. يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، يعني إذا ثبت الدين بحكم وقال أهل الرأي ما عندهم من غير حجة ولا برهان، اتهم رأيك على دينك، كما قال علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لكان المسح باطن الخف أولى من المسح أعلاه، لو كان الأمر بالرأي، إنما الأمر بالاتباع. فإذا وضحت السنة وكان عندنا حديث واضح في المسألة واضحة أن نخالفه لأننا نرى ونرى ونرى ونرى، هل هذا اتباع للسنة؟ أن يتضح عندي الدليل وأقول أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا في كذا، ولكني أرى، هذا مذهب مختل يتنافى تماما مع الاعتصام بالكتاب والسنة. فلا بد أن تواجه هذا بقول سهل بن حنيف: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم. الدين ليس بالرأي، الدين وحي، نصوص، كتاب وسنة. لا يمكن أبدا أن يكون الدين بين يدي الناس يقدم هذا ما يشاء ويؤخر هذا ما يشاء. قال سهل بن عبد الله التستري قال: ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم وإلا فلا. أي إنسان يتكلم في الدين وفي العلم سيسأل عن ذلك يوم القيامة، إن وافق السنة سلم وكان كلامه له، وإلا فلا. ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم وإلا فلا. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول: لا أدري. هكذا النبي يقول: لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا قياس، لأن الله تعالى قال له: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. تحكم بين الناس بما أراك الله لا بما ترى أنت. هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي.
قال ابن مسعود: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية. وعن جابر بن عبد الله يقول: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت، فقلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي؟ كيف أصنع في مالي؟ هذا السؤال يوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ قال: فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث. وعندنا أحاديث كثيرة في هذا الشأن، منها حديث ابن عمر لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أي البقاع خير؟ قال: لا أدري. قال: لا أدري. فسأل جبريل فأخبره أنها المساجد صلى الله على نبينا محمد. وكم من العلماء كثيرا في كتب الأدب اهتمت كثيرا بأن يتعلم طالب العلم لا أدري، فهي نصف العلم. تحدث رجل حديثا يوما في مجلس الإمام الزهري بحديث، فقال الإمام الزهري: ما سمعت بهذا الحديث قبل. فقال له من حدث بالحديث: هل تعلم السنة كلها؟ قال: لا. قال: نصفها؟ قال: لا. قال: اجعل هذا من النصف الذي لا تعلمه. هذا يقال لمن؟ الإمام الزهري شيخ الإمام مالك، واللي بيقول قرين محدث. فقال: اجعل هذا مما لا تعلمه، من النصف الذي لا تعلمه. فلا بد أن يتعلم الإنسان لا أدري كما يتعلم أدري، لأنهما قرينان. بل مهما تعلم ومهما بلغ في العلم، مهما بلغ في العلم ومهما امتد به العرم، يطلب ما غاب عنه مما لم يتعلمه أضعاف ما علمه مهما بلغ في العلم. بل كان من الصحابة الأكابر من يغيب عنه الحديث وتغيب عنه السنة، ويخبره بها من هو أدنى منه بمراحل. الشاهد أن النبي قال: لا أدري، فاعتصم بالوحي، لا أدري حتى ينزل الوحي. فكذلك أنت لا تدري حتى تعلم الوحي، فإذا علمت الوحي قلت به. قال: باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة بالوحي، لا يعلمها برأيه ولا يضرب لها أمثالا من عنده، إنما جميع الأمر وحي. هنقرأ الحديث وحد يقول لنا فين الشاهد، فين ايه العلاقة بين الترجمة والحديث؟ الترجمة بتقول: النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته ما علمه الله، لا يقول برأي ولا يحدث لهم صلى الله عليه وسلم ما لم يعلمه الله. نسمع الحديث. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. ثم قال:
ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهن: يا رسول الله اثنتين. فأعادتها مرتين ثم قال: واثنتين واثنتين واثنتين. أين موطن الشاهد؟ مما علمه الله. طبعا فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. هذا إجمال فيه البيان. بعده ثم قال: ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثا إلا كان لها حجابا من النار. كون هذا يكون لها حجابا من النار، ده أمر توقيفي ولا أمر يعلم بالاجتهاد؟ أمر يحتاج إلى وحي. ما كان من شأن الآخرة يحتاج إلى وحي. فهذه الصلة بين الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهن بأن الله عز وجل أعد لمن مات لها ثلاثة من الأولاد جزاء يوم القيامة أن تكون هذه المصيبة حجابا لها من النار. فهذا لا دخل للقياس فيه ولا يدرك بالرأي، إنما هو يدرك من قبل الله تعالى، لأن الله تعالى هو الذي سيحاسب الخلق. فهو الذي أخبر النبي قطعا بأن من ماتت لها ثلاثة كنا لها حجابا من النار. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم. وهذه الترجمة جدير بها أن تفرد لها اللقاءات. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم. من هي هذه الطائفة؟ وما هو منهاجها؟ وما هي طريقتها؟ ومن هم أهل العلم المعنيون فيها؟ فقد ثبت عن جملة من الأئمة كالإمام أحمد وسفيان الثوري وغيرهما أن المراد بهؤلاء أهل الحديث. ومعنى أهل الحديث أي المستمسكون به، العاملون بالسنة. وليس معنى أهل الحديث يعني المشتغلون بدراسة الأسانيد. فقد يكون الرجل محدثا مبتدعا، لا تلازم بين أن يكون الرجل محدثا وبين أن يكون على السنة. قد يكون محدثا وهو من أهل البدع، عنده اشتغال بصنعة الأسانيد وماهر فيها، ولكنه ليس من أهل السنة. ولذلك أحد الشيوخ الكبار المعاصرين قال: ذهبت إلى الشيخ الألباني لأتعلم منه الحديث، فرجعت من عنده وأنا أحب السنة. فرق كبير جدا بين أن ترجع متسنن وبين أن ترجع محدث. محدث ده صنعة، إنما على السنة ده أمر آخر. فالمراد بأهل العلم أهل العلم الذين هم على جادة الأمر، المستمسكون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وعن معاوية بن أبي سفيان أنه خطب في الناس فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله عز وجل. قال الإمام ابن القيم: الظهور نوعان، ظهور بالحجة والبيان، وهذا لا تخلو منه الطائفة الناجية إلى أن تقوم الساعة، وهم ظاهرون مشهور رأيهم غير مستتر مسموع بين الناس، يعلم الناس ما عند هؤلاء، هذا ظهور بالإيه؟ بالحجة والبيان. والظهور الآخر ظهور بالسيف والسنان، وهذا يختلف من وقت إلى وقت ومن جيل إلى جيل على حسب حال الأمة وقوتها. أما الحجة فهي لا زالت باقية إلى قيام الساعة، وهذا هو المراد هنا، المراد أن الله تبارك وتعالى يقيم من عباده من شاء على السنة، يعلمونها للناس وينشرونها فيهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم كذلك. ولا مانع طبعا من أن يكونوا من المجاهدين إذا كان الجهاد بحق، ولكن الظهور نوعان، ظهور بالحجة والبيان، وهذا لا يسقط ولا تتخلف عنه الأمة، بل يوجد في الأمة من يقيم الحجة عليها إلى أن تقوم الساعة. الظهور الآخر ظهور السيف والسنان والقوة والغلبة، هذا يختلف من جيل إلى جيل ومن عصر إلى عصر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتم علينا النعمة وأن يكمل لنا القوة بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا.